النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بإذن الله. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في المنطقة الشرقية، تكاثرت الغيوم الركامية الرعدية وهطلت زخات من الأمطار كانت غزيرة أحيانا، عملت على ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان الأودية والشعاب في تلك المناطق، فيما ساد طقس مستقر في باقي المناطق باستثناء بعض ظهور بعض الغيوم الركامية في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى بما فيها العاصمة عمان خلال ساعات النهار اليوم، لكن كانت بالمجمل بدون فعالية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تنشأ من جديد في مناطق واسعة من المملكة اعتبارا من ليل الجمعة على السبت ويوم السبت، لكن قبل ذلك أي يومي الخميس والجمعة سيستقر الطقس بإذن الله. أيضا ضباب متوقع كثيف خلال الليالي القادمة بشكل متكرر خلال ساعات الصباح والليل المتأخر، وأيضا هبوب لرياح شرقية يومي الخميس والجمعة. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار لكميات من الغيوم الركامية الرعدية هنا في المنطقة الشرقية كانت أو عملت على هطول زخات غزيرة من الأمطار في تلك المناطق خلال فترات نهار اليوم. أيضا هذه الأمطار عملت كما ذكرنا على جريان الأودية وأيضا ارتفاع منسوب المياه. أيضا انتشرت كميات من الغيوم هنا في المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة بما فيها العاصمة عمان كانت بدون فعالية بالمجمل، لكن ساد طقس بارد نسبيا خلال ساعات النهار في عموم المناطق. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت. يوم الخميس كما ذكرنا يعود الطقس للاستقرار، لا فرصة لهطول زخات الأمطار في عموم المناطق. أيضا يستمر الطقس مستقر خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة، لكن يتشكل الضباب الكثيف خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر من يوم الجمعة، لكن سرعان ما يتلاشى خلال ساعات النهار. لكن لاحظوا معي خلال ليل الجمعة على السبت تبدأ حالة من عدم استقرار الجو بالنشوء والتطور هنا في المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية، لكن سرعان ما تشمل مساحات أخرى خلال ساعات صباح يوم السبت، تشمل المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية. تعمل هذه حالة عدم استقرار الجوي على هطول زخات رعدية من الأمطار تكون غزيرة أحيانا، تعمل على جريان الأودية وأيضا ارتفاع منسوب المياه. تبقى فرصة هطول زخات الأمطار خلال ساعات يوم السبت بحول الله. تبقى الأجواء أيضا غير مستقرة خلال ساعات مساء يوم السبت على أن تتراجع حالة عدم استقرار الجوي ويعود الطقس للاستقرار مجددا اعتبارا من يوم الأحد. ننتقل الآن وإياكم لخرائط الضباب المتوقع خلال الأيام القادمة اعتبارا من هذه الليلة، أي ليلة الخميس أو الليلة القادمة، الليلة هذه عفوا، أي ليلة الأربعاء على الخميس، حيث يبدأ الضباب الكثيف بالتشكل في مناطق واسعة من المملكة. لاحظوا المنطقة الشرقية، المنطقة الشمالية، الوسطى والمنطقة الجنوبية وأجزاء من منطقة البادية. هذا الضباب كما ذكرنا سيكون كثيف خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، يتكرر بشكل يومي خلال الأيام القادمة، لكن سرعان ما يتلاشى هذا الضباب خلال ساعات النهار ويعود من جديد خلال ساعات الليل والصباح الباكر من عطلة نهاية الأسبوع. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس رطب، ضباب خفيف متوقع أن يتشكل، تدني قليل في مدى الرؤية الأفقية، 10 درجات مئوية فقط، الملموسة 9 درجات، الرطوبة 95%، والرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلات السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الخميس يستقر الطقس، يسود طقس غائم جزئي 17 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات مئوية، لكن يوم الجمعة تبدأ الرياح الشرقية بالهبوب لتنشط ويسود طقس مستقر بشكل عام خلال ساعات النهار مع هبوب لهذه الرياح الشرقية 17 درجة مئوية، أما الصغرى 10 درجات مئوية، لكن كما ذكرنا تبدأ حالة من عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على المملكة اعتبارا من ليل الجمعة على السبت، وبالتالي يوم السبت طقس غير مستقر، زخات رعدية من الأمطار متوقعة، تنخفض درجات الحرارة 15 درجة مئوية، أما الصغرى تسجل 8 درجات مئوية فقط. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.